FM. الكلمة ليك. نحكيه على البلاغ المنسوب لنقابة الأمن الجمهوري المتعلق باكتشاف شبكة للإتاحة بوزارة الداخلية. هكا يقول البلاغ. معنا لأكثر تفاصيل وللنقاش سيد محمد رويسي رئيس نقابة الأمن الجمهوري. مرحبا صباح الخير. مرحبا بكم صباح الخير سيدي. مرحبا. البيان يقول شبكة داخل مختلف أجهزة الدولة تحاول الإتاحة بوزارة الداخلية وتسبب في الشرخ بين السلطة التنفيذية باليد الأمنية والقضائية. شكون هي الشبكة هذه؟ كانت تعطيني أكثر تفاصيل سي محمد. بالنسبة لي أنا محمد الرويسي الممثل القانوني لنقابة الأمن الجمهوري. نعلمكم اللي البيان هذا كتب من طرف المدعو محمد الرزقي واللي هو زميلنا وكان معنا ينشط النقابة وخرج ردريت خرج تقاعد معناها بالنسبة لي وما عندوش الحق قانونا باش ينشط. خرج عمل البيان خارج عن قانونه. احنا توجهنا للقضاء اليوم نصبوا زوج كيات في شخص محمد علي الرزقي هذا وراءه يبعد كل البعد عن العمل النقابي المعمول به. هذا يبعد عن قواعدنا ويبعد عن الواجبات نتاعنا كنقابة ويدخلنا في أطر سياسية لا شأن لنا بها. دونك لا تنسب البيان هذا أو البلاغ لنقابة الأمن الجمهوري. هذا ما ننسبوش لنا احنا ويتحمل مسؤولية كلامه وحده. وهذا حتى وزارة الداخلية انفات الكلام هذا الوزارة بتاع الداخلية انفات المحتوى البيان. انا اللي يهمني اكثر النقابه تنفي ما مش الوزاره الداخليه خاطر باش تنفي على روحها وزاره الداخليه كمعناتها بالنسبه لنا احنا نفينا. واليوم ان شاء الله نتقدم بالقضايا فننشر اعدادهم على شبكه التواصل الاجتماعي. وانت تشوف انه علاش الان يتم نشر البلاغ هذا بصفه غير قانونيه في الوقت هذا معناتها واحنا قاعدين نواكبوا في احداث كما زيارة وزير الداخلية للسعودية وأثارت جدل ويمكن التوقيت يبدو غير بريء. يبدو التوقيت غير بريء لإصدار هذا البلاغ سي محمد. صحيح الكلام هذا؟ بريء بالمرة. وهذا يدل اللي فما بعض الأطراف وراء الشخص هذا. ولكن احنا انفينا البيان هذا وانفينا نسولينا احنا كنقابة ويتحمل مسؤوليته وحده فيها القانونية. أطراف شنو معناتها سياسية حزبية؟ والله الله اعلم الله اعلم شكون اللي راه السيد هذا. بيان سياسي بالمره. لا 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 يستوجب خاصه الضروريات الانتماء لنقابه امنيه يتحمل مسؤوليته فيها وحده. يعني حسب رايك سي محمد الرويسي خلينا نفهم اكثر معاك. يعني هل هالنقابي هذا السابق معناتها افشى اسرار كنتم متحفظين عليها؟ اكيد مش افشى اسرار معناها اكيد دخل في اطر أنا غير مسموح بها معناها احنا ما ندخلوش في الامور هذه. هذه امور سياسيه تجاوزنا احنا كنقابه امنيه. ويعني الكلام اللي قالوا في البلاغ معناتها مو صحيح؟ والا انتم ما كومش كومبيتون مختصين في القول؟ نسمع فيك سي محمد. يعني هذا يتحمله هو مسؤوليه الكلام يتحمله هو وحده. هذا كلامه هو وحده كان عنده ما يثبت. هو يقول اطراف وطواقع وجهات وجوزه يمشي للقضاء يتوزع يمد ملفاته وكان فما حاجه تثبت على سلاح. باهي انتم كنقابه يهمكم الامر تقريب سي محمد معناتها مش مهمكم الجمله انتم بوليتيك على الاخر معناتها اللي ما عندكمش راي خاطر المشكل هنا يهم الشرخ بين السلطه التنفيذيه والقضائيه. نعم. ومحكمه بن عروس واحداث محكمه بن عروس معناتها الشيء هذا يهمكم. هل هنالك اطراف تريد الشحن بينكم بين السلطه القضائيه؟ ما محتوى البلاغ زاد كيف اطراف اجت الوضع في الخلاف اللي صار على الموضوع هذاك نتاع محكمه بن عروس. لكن احنا بالنسبه لنا احنا نحاول نتجاوزوا والقضاء ديما يقعد معنا رؤسائنا ويقعدوا معنا موظفين كيف ما نطلوش في مشاحنات وفي مزايدات اللي تأزم الوضع في البلاد. يعني أسوأ فتره في البلاد هي الخلاف بين السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه السلطه الامنيه معنا. اذا صارت كبيره مش تتعقد وضعيه وما يسمى صح البلاد وقت الراه تساعد التوانسه الكل باش تصير خلافات بيناتنا كسلطه. هل تعتبر انه الخلاف بين السلطه القضائيه والتنفيذيه خطي امر خطير في تونس؟ اكيد اكيد جدا اكيد. شنو تبعاته؟ ومدروس طبعا ناس ممكن تحب تبص البلد في البلاد وتخلي الوضع مضطرب ما يساعدناش. بالنسبه لنا احنا عندنا حكمائنا وعندنا قياداتنا في الوزاره وعندنا نقاباتنا حاول تطريق الوضع وحاول تسيطر على الوضع وتجاوزنا الفتره هذه ما نرجعوا لها تالي. احنا تو تجاوزنا
وما عادش نرجعوا لتلك. انت قلت فما ناس تثير البلبلة، معناتها كلامك يتطابق مع محتوى البلاغ سي محمد. شوف كي ترى الضجة العالمية محتوى البلاغ في اكثر من اثارة البلبلة. نعطيك شنو قال البلاغ، اللوبي موجود في كامل هيكل الدولة، أجهزة الدولة تحب تثير البلبلة بين السلطات كما القضائية والتنفيذية. هذا اللي قريت مش هذا اللي في البلاغ، اللي هم برشا حوايج، هذه حاجة عادية كلمة فيها الناس كله والنقابات كل اللي هي فما أطراف معناها أجت الوضع على خطر مثلا تاع بن عروس، خذت بعد إعلامي كبير برشا. شنو الخطير في البلاغ حسب رأيك؟ الموضوع عامة الموضوع بلا في العموم معناتها شنو الخطير؟ لا العموم هو كلام ما يطبقش، لا يجوز، كلام مش تاع نقابة أمنية، كلام مش مدروس. معناتها نجم يكون كلام صحيح لكن مش لازم النقابة تقول. ممكن كان عنده كلام صحيح ينجم يطبق القضاء. واضح، شكرا ليك سيد محمد الرويسي رئيس نقابة الأمن الجمهوري على قبولك الدعوة بالهاتف. كابا فان الكلمة ليك.